اختتمت اليوم أعمال الندوة 27 لقضايا الزكاة المعاصرة برعاية معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتنظيم من صندوق الزكاة والصدقات بالوزارة وبيت الزكاة الكويتي. من جانبه أكد الدكتور خالد شجاع العتيبي رئيس الأمانة العامة لقضايا الزكاة المعاصرة بدولة الكويت في لقاء مع مركز الأخبار في نشرة سابقة، أكد أن البيان الختامي للندوة خرج بتوصيات وضعت العديد من الحلول لمختلف قضايا الزكاة. كانت الندوة على مدار 3 أيام تناولت عدة موضوعات مهمة تمس إلى معرفتها الحاجة، مثل قضية زكاة شركات التأمين التكافلي، أيضا المستجدات الفقهية التي حصلت على مصرف العاملين على الزكاة، والمحور الثالث وهو المتعلق بزكاة الودائع الاستثمارية. واليوم كان البيان الختامي بحمد الله، وصلت الندوة إلى قرارات وأمور يعني مهمة الحمد لله، وضعت حلولا لكثير من المشكلات.